بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تبدأ قصة الطف حين مات معاوية بن أبي سفيان، وأراد أن يكون ابنه يزيد حاكما وخليفة للمسلمين من بعده، ولكن الكثير من المسلمين لم يقبلوا بذلك، وقد اختلف الإمام الحسين في تنصيب يزيد خليفة على المسلمين ولم يرضى ببيعته، فأخذ أطفاله ونساءه وخرج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. سمع أهل الكوفة، وهي مدينة في العراق، بخبر وفاة معاوية ورفض الإمام الحسين بالقبول بيزيد خليفة للمسلمين وبخروجه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، فاجتمع عدد كبير من وجهاء وكبار أهل الكوفة للتناقش في الأمر. كان الاجتماع في دار رجل يسمى سليمان بن سورد الخزاعي، والذي كان يحث الناس على نصرة الإمام الحسين عليه السلام، وقال في اجتماع أهل الكوفة: إنكم قد علمتم بأن معاوية قد هلك، أي مات، وقعد في موضعه ابنه يزيد، وهذا الحسين بن علي قد خالفه وذهب إلى مكة هاربا من طواغيت آل سفيان، وأنتم شيعته وشيعة أبيه من قبله، وقد احتاج إلى نصرتكم اليوم. فاتفق أهل الكوفة على مقاتلة يزيد ونصرة الإمام الحسين عليه السلام، فكتبوا له رسالة على أن يأتي إلى الكوفة ليكونوا جنودا تحارب الظلم والفساد معه. وظل أهل الكوفة يكتبون الرسائل للإمام الحسين عليه السلام، حتى كتبوا له 1000 رسالة لكي يأتي ويقاتل معه آل أمية. قرأ الإمام الحسين عليه السلام الرسائل، وصلى 2 ركعتين بين الركن والمقام في الكعبة المشرفة، ثم طلب من ابن عمه مسلم بن عقيل أن يذهب للكوفة ليتأكد من صحة هذه الرسائل ومن صدق رغبة أهل الكوفة في القتال معه. وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة وهو يحمل معه رسالة من الإمام الحسين عليه السلام، فجلس في منزل رجل يسمى المختار الثقفي، وبدأ الناس بزيارته، وكان يقرأ لهم رسالة الإمام الحسين عليه السلام، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أنا باعث إليكم ابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والعقل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم، فإني أقدم إليكم وشيكا إن شاء الله تعالى. بايع مسلم بن عقيل 18,000 رجلا من الكوفة، كلهم يريدون أن ينصروا الإمام الحسين عليه السلام ويقاتلوا يزيد، ويرفضون بيعته وأن يكون حاكما وخليفة عليهم. فكتب مسلم بن عقيل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام وأخبره بما حدث، وطلب منه أن يأتي إلى الكوفة. فماذا حدث بعدها؟ وهل قاتل أهل الكوفة مع الإمام الحسين عليه السلام ونصروه؟ كما توجد مسابقة يومية على إنستغرام المأتم، وهي عبارة عن سؤال على هذه القصة وجائزة تثقيفية عن واقعة الطف.